لسه زي ما بنقول مكملين رحلتنا الى المستقبل من داخل مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنميه المستدامه. احنا دلوقتي في مزرعه الثروه الحيوانيه، وهي واحده من 6 مزارع ضمن مشروع الثروه الحيوانيه التابع لجهاز مستقبل مصر للتنميه المستدامه. معانا سياده اللواء سامح علي، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. حضرتك المشرف على مشروع الثروه الحيوانيه كله في جهاز مستقبل جهاز مصر. مستقبل مصر، تمام. ايه 6 مزارع وفين وحجم طاقتهم وحجم استيعابهم قد ايه؟ مزارع الانتاج الحيواني، احنا عندنا الثروه الحيوانيه مقسمه لعده اقسام. الثروه الحيوانيه للتسمين والبان، وعندنا الدواجن، وعندنا قطاع المجازر، وعندنا قطاع الثروه السمكيه. قطاع التسمين عندنا 6 مزارع بطاقه 50,000 راس في الدوره. على مدار السنة بتعمل 3 دورات بإجمالي 180,000 راس في السنة. فبالتالي أنت عاوز تقول لي إن إحنا بنقدر نعمل مشروع بشكل متكامل، إحنا متكامل. بنزرع فبنطلع العلف بتاعنا، بندخله على مصنع العلف بتاعنا التابع برضه للجهاز، وبيطلع يروح للناس بنشتغل عليه بحث علمي علشان نيجي نحسن السلالات، فنقدر نعمل وفرة في الثروة الحيوانية الموجودة، فنقلل استيراد اللحوم، إن شاء الله فبالتالي نحافظ على الدولار. تمام، دي مهمة قوي، لأن أول نقطة مهمة قوي إن أنا لازم الثروة الحيوانية تبقى ليها سعر تنافسي داخل السوق المحلي، ونمنع موضوع تضارب الاسعار او رفع الاسعار، والاهم من ده كله تكون ذات كفاءه عاليه بالنسبه للمستهلك المصري. الناس عندنا طول الوقت مش واخدين بالهم انه تربيه المواشي تحديدا او الرؤوس الحيوانيه تحديدا ده علم ومحتاج ابحاث طول الوقت ومحتاج متابعه طول الوقت. انت بتشتغل هنا ازاي في المزرعه؟ احنا اول ما توصل بيحصل حاجه، اول ما توصل القطعان من الاستيراد من بره، احنا بنستورد من البرازيل، كولومبيا، الافريقي، بس احنا حاليا دلوقتي البرازيل. بفتره التحضير او فتره الكارانتين اللي هي فتره الحجر، الحجر الصحي، الحجر البيطري، دي الفتره ديت بيتم فيها كل التحصيلات السياديه اللي هي موجوده في جمهوريه مصر العربيه، وبتاخد منها عينات عشان برضو نبقى متاكدين انها خاليه من جميع الامراض. ايه اللي كان ناقصنا زمان عشان نوصل للمرحله دي ان احنا نشوف مزرعه بالشكل ده؟ المزرعه دي مقبوله على كام، على مساحه كام فدان؟ مساحه 8 فدان. ان انا اشوف على مساحه 8 فدان مزرعه بالنظام ده وبالنظافه دي وبالترتيب ده وكل الحاجات مترقبه ومتعلمه وكل حته في سلاله في مكانها. تمام. احنا حضرتك مبدئيا ان هو الاداره الجيده، المتابعه الجيده، الاستمراريه في الاداره والمتابعه والاستمراريه في التنفيذ. احنا عند حضرتك دلوقتي حاليا كله مترقم، كله بيتاخد المعدل التغذيه يومي لكل حيوان، معدل التحويل بيتحسب، بحيث في النهايه نوصل في الاخر لان احنا حققنا اقل فتره ممكنه من التربيه مع اعلى جوده مع اعلى تحويل غذائي. انا بشكرك جدا استاذ اللواء على كل المجهود اللي احنا شايفينه ده، وعلى الحقيقه النظام والحاجات الحلوه يعني. فان شاء الله نبقى نيجي زياره قريب ونشوف الانواع هتبقى عامله ازاي. شكرا جدا بدر، شكرا.